السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكل الأحباب المشاهدون من خلال شاشة البلد اليوم حضرة المساء. تتوالى فقراتنا معكم، شاهدنا واحدة من الأشياء الجميلة جدا بتسعد قلوبنا نحن لما نتعرف على تراث بقية القبائل وبعض المناطق المختلفة. تحية لكل أهلنا في كردفان اللي احنا بنحيوهم من خلال أسلوب هم اللي بحيوه بينا، من خلال الرقيص، من خلال الكلام، من خلال طريقة اللبس، من خلال العادات والتقاليد اللي بتكون موجودة في كردفان وبالأخص ده حمري أمور. نحن والله مبسوطين إنه نحكس يا دعاء كل عادات وتقاليد هذه القبيلة دار حمد هي الموجودة في كردفان، لنتعمق أكثر عن هذه القبيلة من عادات وتقاليد زي ما ذكرت دعاء وأزياء وتفاصيل كانت جميلة جدا. نحن يعني موجودة معانا، سعيدين جدا إنه نتعرف بزول الجميلة الأستاذة شاذلية. مرحبا بكم ومنورانا في قناة البلد. بسم الله الرحمن الرحيم، وأنا سعيدة بكم. التحية والاحترام لكم ولقناة البلد، وأنا سعيدة شديد وأنا معكم. مرحبا. شاذلية اسمك يعني شنو؟ شاذلية دي على الطريقة البرهانية التسوقية الشاذلية، هي طريقة صوفية. جميل. نحن مرحبا بك معانا، نحن سعيدين بك جدا معانا. وشاهدنا كده فاصلة صغيرة عن تراث دار حمر، فحدثينا عن دار حمر حتى بعدك نجي للارتباط الكبير في كردفان. والله يا دار حمر دي هو حمر قبيلة معروفة، أصلها يعني التاريخ هو بحر ما بقدر أقول لك، لكن أصلا هي قبيلة كبيرة جدا تتواجد في جميع أنحاء السودان، لكن مغرها أكثر حاجة الحمر بتواجد في كردفان. نعم. والبدو وخارج كردفان. جميل جدا. هي قبيلة كبيرة جدا يعني يعجز التعبير عنها. يا سلام. لكن الليلة حنتعمق معاك يا شاذلية في قبيلة دار حمد الموجودة في كردفان، وبداية كده نتعرف عن العادات والتقاليد الجميلة والحلوة عبر الزي، وزي ما شاهدنا هسي قبل الفقرة انه في مقتطفات عن قبيلة دار حمد، حدثينا عنها أكثر. والله طبعا هي قبيلة دار حمد بتتميز بالكرم. يا سلام. والدود، وتتميز بصفات كبيرة جدا جدا يعني في مناسبات قصدك ولا؟ عموما. والله عموما هي الكلام فيها كثير. العادات والتقاليد في المناسبات في الأعراس. أيوة. أول حاجة احنا عندنا الوليمة، يعني بنتميز بالوليمة الكبيرة، بنتميز في الرتب في المناسبات. عندنا حاجة اسمها العرضة، بنعرض كده يعني بيكون في مجموعة من الشبال، وبيكون في مجموعة من الحبوبات الكبار بيعملوا ياهو العادات والتقاليد وكثير من الحاجات اللي بتتعرض في المناسبات. جميل. طيب شاذلية، ارتباطك القوي بالتراث السوداني وبالأخص تراث دار حمر جاي من وين؟ عادي انت ممكن تكوني واحدة من بنات دار حمر، لكن ما تكوني مرتبطة ارتباط قوي بالتراث أو بنوعية الأشياء اللي بتقدم، فالارتباط ده جاي من وين؟ والله أول حاجة ارتباط ده أنا من هنا، بس التحية الخاصة للسيد الوالد محمد حسين شطة، هو الباحث في التراث الحمري ما شاء الله، وهو شارك مشاركات عالمية كثيرة، وشارك 40 عاما في معرض الخرطوم الدولي ما شاء الله تبارك. وهو صراحة أنا غير إنه أنا حمرية وسودانية، الحاجة اللي حببتني للتراث الوطنية والوالد. يا سلام، له التحية من هنا. هو له التحية، أنا برسل له التحية الخاصة، وبرسل التحية الكبيرة الشديد برضو للوالدة دكتورة سامية. لا التحية. والتحية الكبيرة لخالاتي ولجميع الأهل والأسرة جميعا في كردفان ولكل الأصدقاء. يا سلام. من غير فرز يعني. اليوم التحية من هي. أنت ذكرت خالاتك وعماتك وحبوباتك كلهم، والوالدة، كل نساء دار حمد أكيد عندهم زي يتميزوا به. طبعا. والمشطة، شكل الشعر، شكل اللبس، ممكن برضو تعرفين عنه برضو تميز سبوي وانتو كقبيلة الدارة. احنا بنتميز بالمربوب، بنتميز بالشبال، بنتميز بالكباشي، بنتميز بالمشطة تحت الكباشي دي. دي اللي بتكون فيها فيها هي سسر. الكباشي بيتميز يعني بعد ما هو يربك الشعر، يمشط الشعر، بيقوموا يزينوه بالسحف، الزعف والودع، يا هدى اسمه الشبال. يا سلام. او المربوب. يا سلام. دي نساء دار حمد بيتميزوا بزي اسمه القرباب. القرباب ده قماش يعني كلاسيك، بيجي بالوان جميله بالليموني والاخضر، وهو بيكون قصير.
بيتربط من هنا يعني ما مشكله. المره الجايه بحتفل، اي لازم تجي المره الجايه بحتفل المشاهدين. المره الجايه ان شاء الله احنا حنعرض مراه حمريه مكتمله من زي ومشات وازياء باذن الله تعالى في الحلقات القادمه. عندكم بإذن شلوخ؟ الله تعالى القرباب، وبتتميز بحاجه اسمها الزمام، وحاجه اسمها الدعرانه، ايوه، وحاجه اسمها بالبساحه الرقبه، ايوه الجورانه دي اللي هي بساحه الرقبه، اي بالبساحه الرقبه، وفي بالزمام، وعندنا حاجه اسمها التيله، وعندنا الحجول، وحاجه اسمها الفدايات. فدايات في الضرعات، اظهار جمال المراه الحمريه. الزي ده هو ثابت يا شاذليه ولا في الاعراس بس؟ لا الزي ده احنا عندنا ثابت، الحمر بيلبس الزي ده، القرباب ده عندهم ثابت، الثياب صح الثوب هو بتلبس، لكن احنا زينا الاصلي اللبس الفستان الحمري. انا كنت عندي النموذج للسلطة والسعادة لو بقى موجود كان يتعرض شوية منه، ولو ما تعرض هيتعرض في الحلقات الجاية ان شاء الله. كويس بإذن الله تعالى. ان شاء الله. جميل جدا. هل ما كان في مخيلاتك كده انك تقدري تمثل السودان بالخارج باعتباره واحدة من قبائل السودان كقبيلة كبيرة زي قبيلة دار حمر؟ نعم بإذن الله تعالى. انا بوعدكم وبوعد الشعب السوداني والأسرة الكريمة، أنا حطور عملية وحبقى باحثة في التراث الحمري وفي الثقافة السودانية عموما. جميل. لأن إحنا بالجد إحنا السودان يعني بينقصنا عدم إصهارنا لحاجاتنا الحلوة، فنحن كجيل قايم لازم نهتم بعاداتنا ونهتم بتقاليدنا، وعندنا إرث كبير جدا يعني. جميل. عندنا حياة كثيرة جدا في السودان، إحنا كجيل مفروض نظهر عبر الإعلام. يا سلام. ايوه ممكن اتكلم مرضى فيها يعني. تفضل تاخذي براحتك وراحتك. اوكي يعني اتكلم ممكن في جرتك برضه. حلو تفضلي. تفاصيل الزواج وشكل الزواج حيكون كيف جداً. حتى شكل الطبول اللي انتم بتدقوه يعني. قادر يلا مثلا زمان احنا عندنا في قديم الزمان يعني في الزمانات القديمه يعني في القرون احنا ما كنا حاضرين يعني برضه نخش في استقطاعات بسيطه. عندنا زمان بيقول لك في حاجه اسمها فتح الخشم. فتح الخشم ده يعني عندما يرى شاب فتاة جميلة تعجبه فهو يعني يأتي إلى منزلي ويحدث عنها أسرته، فيمشوا عشان ما يشوفوا الفتاة وعشان يشوفوا محاسنها. زمان ما في وسائل، ما في تلفون، ما في عولمة، يعني المرة أنت لما تتزوج ممكن تشوفها الليلة الزواج أو ممكن تشوفها عرض في الحفلة، بس ما في تواصل بكون بينك وبينك. نحن برضو كسودانيين الحاجات اللي بتميزنا من كل زجاجات العالم هو الجرتك. لا دقيقة، فتحة الخشم دي الراجل اللي انت تكلمت عنه لما نمشي يتكلم على الفتاة بيعمل شنو؟ فتحة الخشم دي يعني هو بيكون فيها شيء بيجيبه صح؟ ايوه بيرسل اول شيء اسرته. اسرته. طيب. وقبل ما يرسل اسرته لاهل الفتاة. بعدها بيدوهم هدنه يسالوا اولاد آه الام عنك تسال عني انت وادمين والناس متين ولا ايوه. وبعد ذاك في حاجه اسمها الشوره بيشاوروا اولاد العموم صح، اولاد اهله، اولاد العم، اولاد الخال لو في غير عايزه. ايوه بس الكلام ده ما في طبعا. اثر الكلام ده بيبقى طبعا ما موجود. احنا زمان ما حضرنا لكن الزمن كان جميل بطبعه صح، والاصول كانت موجوده يعني. اها ايوه. فهم بيكون في شوره بعد ذاك يتم اولاد العمومه بعد يتم الموافقه. هي المراسم هسه هي ما تغيرت كثير، لما تتم الموافقه هسه عندنا حاجه اسمها جوره خير. هي دي نفسها تقريبا. هي دي نفسها ما اختلف كثير، الاختلاف زمان الفتاه لو اولاد اهلها ما وافقوا ما بيتم الزواج. دي في المراه القديمه. صح. لازم يكون في شوره من اولاد العمام والخوال. انتوا في قبيلتكم في كذا يا؟ في قبيلتنا في الحاجه. شكل الزواج بيكون كيف؟ في قبيلتنا احنا والله برضه في شوره. يعني الشوره دي في كل السودان طبعا. في كل السودان. هاي. لكن في قبائل مع العولمه حاسه مع العولمه يعني قصه انه لازم يكون في موافقه من اولاد الاهل، هي دي تلاشت شويه شويه، هي الاصول موجوده لحد هسه في الشوره. هي دي موجوده ما انتهت، اما احنا في قبيلتنا هي في والله يعني ما انتهت خالص. كويس. عندنا مشهد من اللي انت ذكرتيه قبل شويه دكتوره سعاده. نعم. تراثكم بشكل عام كده خلينا نحضر مع بعض ونرجع. جدا. غزليه انا قلبي عاش في الغربه عشان عيوني قدر. احكي لنا عن اطار الاغنيات اللي بتكون حديثه ومختلفه بتتماشى مع الاجيال الجديده وبتتماشى مع العولمه والتطور وفي نفس الوقت بتحافظ على التراث دار حمر. احكي لكم عن الاغنيات؟ طيب.
اغنيات التراث يعني دار حمر والله دار حمر هي الاغنيات كثير جديد يعني دائما هي الاغاني بتاعت دار حمر هي بتتجسد في شخصيه الطبيعه بتتجسد في شكل العروس في شكل مثلا تكون في فزع في حاجه اسمها الفزع الفزع ده يعني لما تضيع مثلا حاجه بيكون في شكل بتاع فزع كبير يعني مجموعه من الرجال الحراس في القبيله بيطلعوا للفزع لما يجمعوا بالحاجه اللي بتكون رايحه هنا برضه ممكن عندنا شعراء كثير جدا هنا ممكن الشاعر يجسد كلمات فبعدها تقوم تتحول لاغنيه حلو جميل يعني عندكم زي ثلاث حاجات كده ملهمه لاحتوار الطبيعه بلا شك الطبيعه بجبالكم دفان نحن ابناء الطبيعه اي المجتمع اللي حولكم والطبيعه اللي حولكم بتحكم على انه الانسان يكون مبدع نعم الخيار الثاني المراه الحمريه اعتبارها تظهر جمالها ومحاسنها في بعض المناسبات بطريقه اللبس والاكسسوار اللي انت تكلمت عنه نعم الشيء الثالث خلينا نقول من فزع الفراسه ايوه الفراسه رجال دار حمر بيحبوا الفراسه تسليط الضوء والقوه اللي هي قويين جدا اللي هي ممكن تظهر ايوه هم ناس قويين جدا وبنفس الوقت هم كريمين جدا جميل الحيوم من هنا كلهم ان شاء الله ايوه ممتازه بالكرم والجود يوم التحيه من هنا طوالي قلت الكرم انا لازم اسالك يا شاذليه عن حاجه مهمه جدا جدا كل قبيله عندها وجبه بتتميز بها نعم. قبيله دار حمد الوجبات اللي انتم بتتميزوا بها لما يعني ناس يجوكم وفاد من منطقه اخرى او انا جايينكم زياره يا شاذليه حتكرمونا بشرو والله احنا الحاجه المعروفين فيها نحن بننحر النياق الحبه دي من الحاجات اللي عندنا معروفه الكرم الكرم عندنا نحر الحبه يعني لو جيتنا انت باذن الله تعالى بننحر لك ايدي ان شاء الله يا سلام جايينكم تبع ايوه هم بيحبوا العرب عموما اللحمه اي صح بيحبوا اللحوم بتكون بطريقه كثيره شديد والعصيده بنقدمها في القدح عندنا الملاحات المعروفه هم الملاح الروب ده معروف لديكم طبعا الويكاب الروب ملاح الروب بالسمن الروب الابيض ده بتاع البهايم يا هو وبالسمن عندكم الويكاب برضه صح عندنا الويكاب لبن ويكاب ايوه الويكاب بتعملوا ياتو نعم بالرماد نحن ايوه ويكابين اي وباللبن صح؟ ايوه في واحد باللبن ايوه والعصيده بتكون بالقدح العصيده بنقدمها في الضيافه بنقدمها بالقدح فكره الصحانه والحاجه دي ما هي دي فكره حديثه لكن احنا نتكلم عن الاصول اصول القبيله هم بتقدموا الطعام حقهم بالقدح يحسن ذاته مريح في الاكل ايوه وهو ذات القدح ده عندنا دايما بيقدموه يعني الناس الزعماء صح وبكون حجمه ذاته كبير ما زي عصايد الليمات دي ايوه بتجيب لقمه صغيره كده احنا اتكلمنا في اطار الكرم ده نوع من الكرم انت لما تقدم لضيفك حاجه تقدم الحاجه دي بالقدح انت بتصير الفراسه والكرم صحيح طيب نحن جايين في شهر كريم شهر رمضان المبارك وكالعاده انت لو قاعد في حي جارك شايقي والبهناك دنقلاوي بيكون في تبادل بتاع بعد كده في سنه المغرب كارثه سوداني ايوه كارثه سوداني فروعيه أيوة. الاشياء ممكن تكون ثابته عندكم في افطار رمضان اول عشاء بتكون وجبه دار حمر يعني الاشياء الثابته عندنا في رمضان عندنا اول حاجه اللي هو العصيده دي حاجه ثابته عندنا دي حاجه 30 يوم ما بتنقطع خالص وعندنا العيش عيش الدخن ده بيعمل حاجه اسمها ام دنجر ام دنجر ام دنجر ايوه دي هي عندنا ثابته طبعا يختلف رمضان في البدو من الحضانه اكيد صح ايوه يعني يختلف اختلاف كبير هناك ما في خلاط او نحن تربينا طبعا في المدينه لكن مواكبين الاحداث الواحد لازم يعرف عقبه صح نحن ما ربينا مدن اصلا يا سلام يعني الريف ده ما لغتنا وضعه ضعيفه جدا جدا لكن الحمد لله بنفتخر به وبنبحث عن حاجات الخير بتمشي والله كنت بس ما تقول لي بعد كلامك ده كله ما قاعد تمشي قاعد امشي انت مفترض كل شهرين نلقاك انا ما كل شهرين لا انا ما بحب انا دائما بطبيعي ما بحب الكذب ما ممكن اقول لك كل شهرين بمشي انا كل فتره طويلة. لكن كل فتره بحاول امشي والاعياد بتكوني موجوده صح؟ ايوه لكن انا دار اكثف في الايام الجايه في السنين الجايه انا امشي الريف كثير لان الشغل ذاته لقدام انا عايزه اكون بحثة لازم يكون في حاجات ملمه بها صح حسي يعني التراث ده احنا هنتكلم فيه في الحلقات الجايه فانت لما تكون مربى في المدينه في اشياء كثيره تكون رايحه عليك حتى انت لو درستها ما بتكون زي ارض الواقع صح اكيد
حقيقة. فنحن يعني اتربينا في المدن، علاقتنا بالريف ما موجودة، لكن أصولنا من الريف بنحتز. طيب حلو جميل جدا. شازالية برضو كلمينا عن جلسات دار حمد. الجلسات الحمرية؟ والله أنا طبعا هو التراث الحمري ده مهتم به السيد الوارد، لكن الجلسات دي فكرة اقترحتها أنا. اقترحت الجلسات السودانية الحمرية. تفاصيل شنو؟ عشان ما يكون في عنصرية، ما تكون في الحاجة محتكرة بس في صعد الحمل. أنا عاملة عندي لافتات يعني استيكرات بتحت الإعلان دي، عاملاها في النهو تراك هي مكتوب فيها الجلسات السودانية الحمرية. الجلسات السودانية أنا قدمت السودانية، عندنا توب السوداني فيها. الجلسات الحمرية بتجسد شخصية المرأة الحمرية من أزياء ومن مشات وكل إستثمارات العرب. أنا حبيت أضيف فكرة في المجتمع، إحنا في السودان يعني أنت برضو بنات وشفت الأعراس، يعني أتكلم بصفة عامة. دائما إحنا السودانيين بنصر في مناسباتنا، بنصر دائما العادات الغير عاداتنا. يعني عندنا في المجتمع في حاجة اسمها قاعدة حبشية، صح؟ وفي حاجة في سارة هندي بتعرض في مناسباتنا. أنا الحاجة تكون الحنن دائما بتعرض. الحنن أنا دائما الحاجة دي قاعدة تألمني شديد، لكن ما حبيت أنغضها، أنا انغضت بالفعل. نغطى بالفعل، قمت عملت القعده دي. الجلسات السودانيه الحمريه دي هسه الحمد لله يعني في مدينه النهود عموما. انا حطور الحاجه دي، هسه الناس لغت القعده الحبشيه، بيجوا يؤجروا مني القعده الحمريه. يا سلام. والله لغت البيت بكل لابسه الزي الحمري، الفستان الحمري، ولابسه القرباب ده، والبنات بيكونوا لابسين الثوب السوداني بالوان ساده كعالم السودان. يا سلام حلو. اي بيلبس الحاجه دي يعني دي في الحنة. الحنة بتاعت العروس دي دايما الناس بتميل لانه فعلا تعمل القاعدة الحبشية بتاع. ايوه انا دار اصلح المفهوم ده. احنا لما نجي ننزل في الميديا مثلا ده دي فتاة سودانية، فالمعنى شنو انت نازل بالزي الحبشي؟ يعني انتوا ذاتكم كده حطيتكم في الحي بشكم. هو مع تحية لكل احباب ذاتي. احنا ما ننزل في حضارات يعني احنا بننزل في حضارات هي ما بتخصنا. احنا دايما السودانيين يعني ما بعرف ما محترفين بواقعنا، ما محترفين بنفسنا، ما قادر اعرف الحاجه. طيب انت ما بتتخيلي انه مثلا الى حد ما، لانه اكثر العادات والتقاليد المربوطه بالزي السوداني كجعل كمحس كشوايق بيكون رابطنا التوب. ايوه ما انا قبل قلت لك التوب، انا عملت التوب القعده اللي عملتها السودانيه الحمريه. انا التوب ده من السودان عموما. انا زد السودان حقه في الاول. فالقعدات الحمريه دي هي الجلسات الحمريه دي هي برضه بتمثل حاجات كثيره. الحمر برضه ما في السودان عايشين، حتى اصولهم هو برضه باعتبارهم سودانيين. برضه البنات بيلبسوا خلاص حاجه برضه سودانيه، ما جبنا حاجه منين. انت لابس لك فستان حمر احسن من تكون لابس فستان حبشي. انت في الناحيه السودانيين. صح حلو جميل جدا. فالحاجه دي كانت جميله شديد. انا لما تجي عروس تأجر مني وتمشي ترتدي الحاجه دي والقعده في الجلسه الحمريه، دائما بيتصلوا عليا امهات العروسات بيكونوا مبسوطين شديد. من كل القبائل؟ من كل يعني القبائل. ما الا بس الحمريين؟ لا ما من الحمريين، بيجي بلبسها كل القبائل. واحنا لبسنا زي الحبشه لحد زي الحمري. ما طلعنا بر الخط. صح. الحاجات الثانيه بتكون شنو؟ اوكي. اول حاجه بيكون عندنا في الجلسه الحمريه، احنا الحاجه اللي بيعملوها للقعده الحبشيه دي بيعملوا فيها الزغني والبن والقهوه. احنا في القعدات الحمريه دي السودانيه دي بنقدم الثمار الخلويه. شنو الثمار الخلويه؟ زي اللعلوب. الثمار الخلويه بنقدم النبك. بيكون اللعلوب النبك والتسالي. يعني خيرات بلادي اللي هي جبنه السودان. جبنه السودان. انا دار ارجع النقطه دي. احنا كسودانيين نحكي ايه سنه بيعملوا فيها. هي العروس لو عملها فطور بتعمل فيها العصيده من الحروب وميه العيش. الحاجه بتكون حاجه فخمه بالقدح. تصوري هي بتكون بالقدح، بيكون في تراث معروض في الخيمه دي، في تراث كامل بتاع قبيله حمر. وعندنا الهودج. يعني هو الهودج ده هو ده اللي بيرحلوا بالعروس. هو العرب الروح حالدين في الجمل. حاجه جميله جدا يعني. يعني حاجه مختلفه كده. مختلفه. انا عملت الفكره دي. دائما بيتصلوا علي الامهات العروس الحبوبات بدري عروس بتستمتعوا طبعا بالحاجات دي. بدهم محافظ يلبسوها، ما بظلمهم. المحفظه دي بيلبسوها. بقول للعروس دي تديها بديها زي سبعه كده، بقول لها للخالات الحبوبات. فدائما انا والله النجاح بالنسبه لي قبول. هي كانت فكره مقبوله وفكره منطقيه. يعني انا ما تعرضت لاي نقد لانه انا ما عملت حاجه كعبه. انا بتكلم عن تاريخ قبيله.
بتكلم الناس تهتم بتراث. انا عندي قير على تراثي وعلى وطني بصفه عامه. لما اجي اظهر في الاعلام اظهر تراثي، اظهر احنا كسودانيين بنتميز بشنو. فأس القدح ده هو بخصوص بتاع حمر، لكن عموما لما نتعرف في العالم في العالميه بينسبوا للسودان. في كم من ولاية ايضا بتتعامل؟ كم دارفور برضه، دارفور دارفور برضه عندهم عادات شبه من عاداتنا، قريبه لعاداتكم، قريبه بشكل عام يعني. طيب في حاجه كده ما لاحظت لها برضه؟ نعم، أسا دار حمر او اغلب القبائل الموجوده في كردفان عندها نوعيه بتاعت رقصه معينه. ايوه، ونحن عندنا حاجه اسمها رقص العروس. رقص العروس مربوط بشكل كبير على الغنى السوداني. ايوه، الترترة اللي هي اللي بقول على أيوة. ما ممكن تضيفي مثلا زي ثلاثة رقصات، رقصة حمرية، رقصة لقبيلة تانية؟ ممكن، بما انه شيء جاهز يعني. لا ممكن، انا ما اهتمامي ده بالتراث. انا ما حاجيب على تراث حمر بس. انا حاطه جميع تراثات السودان. ليه؟ عشان لما اجي انت ما قدمت لي وجهة نظر انا اكون ملمة. انت لما تمسك شغله كبيره زي دي لازم تكون ملم. صح فعلا، بكل التراث. صح، انت ما تحكر نفسك في زاويه واحده. انت تكون ملم بالتراث النوبي، بالتراث الدارفوري، بالتراث الشمالي، حاجات كثيرة. انت تراث العرب، العرب ده بالمناسبه عندهم كمان تراث ما طبيعي. عامله ما توري الزوله دي العرب عندهم تراث وريها في حاجه كده ما بدها المتوقعه. هي عوفت رجس الرقبه ده براوه العرب طبعا. انت لو لاحظت قبل في الفيديو بالرقبه دي اي في الفيديو بتاعهم بيرقصوا رجس بالرقبه ده والشبال برضه. بقول لك غني لي وجع الشبال. صح صح، فبرضه هو الكلام كثير. احنا هنكون رقصكم خاصه يا شازليه في ذكرته قبل قلت لك عندنا الكلندايه. اي بالرجل. صح، بالرجل عندنا الكلندايه والحجول. أيوة، الرجل بيكون فيها الحجل. اي عندنا الرجل بيكون فيها الحجل واليد بيكون فيها الفداو. يا بتربط زي الهلال. ايوه أي. زي الهلال. هم بيلبسوا عرب ده طبعا ناس عظيمين شديد، ما بيلبسوا الفاصوله. يا لبسوا نحاس يا فضه. حلو كويس. واكثر شيء بيرتدوا الذهب. بيلبسوا ذهب الخلخال ده، جنيه ده الجنيه اول هلال. ايوه بيلبسوا، بيرتدوا حاجه قيمه يعني بيلبسوها. جميل. شكله ده دعاء دي زارتكم في دار حمر. بحب بس الحاجات دي انا برضه العادات والتقاليد، لانه ان شاء الله هديك هديه لقدام طوالي. انا جاهزه. حاضر، نقدر نشتغل بها حلقه جدا. طيب كده خلينا نطلع من المراه الحمريه نمشي للرجل. اوكي، هل النوعيه بتاعت الازياء هي نفسها الجلابيه والعلى الله والسروال والمركوب، ولا في بعض التفاصيل اللي بتبين انه ده راجل حمري؟ والله يا اخي هي الجلابيه السودانيه دي احنا ما بنقدر نغيرها، ما حنقدر نقول هي دي الجلابيه مختصه بالحمر. هي الجلابيه دي ما جلابيه سودانيه اصلا. لكن الحمر بيلبسوه مثلا يمكن يكون في اختلاف بسيط الالوان. والله يمكن يكون في الالوان، في دارفور في الالوان بيحبوا الالوان الاخضر. أيوة. لكن الحمر عموما ما قاعدين نغيره كثير في الجلابيه. بيلبس المركوب بتاع النمر. هاي يا سلام، بس ده عدم مركوب النمر. والله عندنا غريبه غاليه يا شاذريه، شديد. تسالي في اي مكان مركوب النمر بسعر مطبق. لهم دائما حاجاتهم، هم ناس بجد بيحبوا نفسهم شديد. بيلبس مركوب النمر ده لبسنا اللي نعرفه. والعريس في الاعراس برضه بيكون عنده تفاصيل برضه. آه لا لا، نحن في القبيله التراث الحقيقي ما ببدله. يعني البدله دي الحمر اللي جنب مدينه اختلطوا بالمدن يعني زينا كده زين، ممكن يكون في زوايدنا في بدنا. لكن الحمر المؤصلين اللي هم مش المؤصلين الموجودين في الريف دول ما عندهم البدله. دول بنطلون القبيله. لا لا لا، دول عندهم هناك بنطلون زي العيب كده. والله هي مريحه، ترقص بمزاج، تكبكب بمزاج. ايوه ترقص بمزاج. ما تسخن. الثاني عندهم القروج بتكون برا جلابيه، جيب نازل كده تحس الجيب نازل. طبعا ما في راجل عنده قروش. جلابي ده زي الجلابي زي ما نقول عندنا. وبرد السكين بتكون مربوطه كده مربوطه برا السكين، والسيف ولا كده مخطوط في الكتف، مخطوط في الكتف كده الحاجه دي. بس السدير ده ما حقنا، سدير العرب اكثر. آه لكن هم بيلبسوا الطاقيه والمفتحه الشباب بيلبسوا الجلابيه بالطاقيه. وعلى الله. وعلى الله دي ما جديده. لكن ما عندنا كانت، يا هو زمان كانوا يقول لك العرابي والسروال. هسه تحدثت بقت لي على الله. صح، وبلبس الجلابيه بلبس معاها الطاقيه. الرجال اللي ما فوق ال40 دول بيرتدوا الجلابيه والعمامه. نعم، احنا شاكرين لك جدا يا شازلية على وجودك معانا. ايوه، وموعودين معاك بحلقات كثير ان شاء الله لقدام.
تجينا مرحة مريحة حقيقي يعني. حاضر. تجينا لابسة فستان أصفر وحركات زي دي. ما في مشكلة. أنا بس يعني بعتذر بس الحلقة دي كانت فجأة. لكن أنا بوعد المشاهد الكريم بإذن الله تعالى حتكون في تراث على الهواء بإذن الله تعالى بنماذج، حتى ممكن أكون أنا ذاتي أكون جزء من ضيوف الحلقة، أشوف بعيني لحاجة تكون ممثلة في أرض الواقع. يا سلام. بإذن الله تعالى. إحنا جاهزين. يعني بنحتضر جلسة السفر ان شاء الله. شكرا لك كثير. شكرا لك. ايوه اشكر انا من هنا برضو بقدم الشكر الخاص للسيد احمد حسين والوالده دكتوره ساميه وخالاتي للمره الثانيه وجميع الاهل واخواتي وكل الاهل باذن الله تعالى والشعب السوداني عموما. يعني انا عايزكم برضو ارسل لكم رساله، انتم لازم تهتموا بتراثياتكم ولرسالتي للبنات تحديدا، انتم لازم تهتموا بتراثكم. لحد ولمس واحدة منزلة برضو في القاعدة الحبشية، أنا بقول لكم برضو ما إحنا بنحترم الحبش، إحنا بنحترم الحبش، لكن برضو براسل وبناشد يا جماعة عليكم الله، أرجعوا العادات والتقاليد، ولو ما لقيت وزاتكم معي فرصة تعاونونا دي، عند الحياة دي كلها موجودة عندي. يا سلام عليك. إحنا بس كيف كسودانيين يكون عندنا وضعنا الخاص. يا سلام عليك. ما نتباهى بحاجة ما حقتنا يعني صراحة. جميل، شكرا لك جدا يا شادي. إن شاء الله أنا شاكرة. دعاء. أمنا. بس عندنا فقرات، فاصل ونعود من جديد.